من وقت ما صرت اتعشى معكن وانتو عم تقضوها على السكت، فيكن تفهموني شو صاير هون؟ شو رح نساوي اذا التنظيم سيء؟ امك ما لحقت تعمل شيء، اكيد انت بتعرفها. لا تواخذنا اذا كنا مقصرين بخدمتك يا انور بيك. طبعا اللي مثل حضرتك متعود يسهر كل يوم ببار شكل، واكيد هيك اجتماعات عائليه بتضيق لك خلقك. مثل العاده ما بيصير الواحد يحكي شيء حتى ولو مزح، ما بيكفي انه الواحد عم يحكي غصب عنه. انور، نيفين كاسته فاضيه. شكرا انور. اهلا وسهلا. شيرين، قومي عطي الهديه لخالك. ان شاء الله تعجبك الهديه. شيرين هي اللي نقت لك اياها. اوه، عن جد حلوه كثير، كثير عجبتني. شكرا حبيبتي. كل عام وانت بخير. انتي عم تشتغلي كل ليلة مو هيك؟ بصراحة هالفترة ما عم بشتغل بمحل معين، خاصة بعد المشكلة اللي صارت هديك الليلة. ايه مزبوط، قصدك الخناقة مو هيك؟ اكيد هالمشكلة صايرة معك اكتر من مرة. ماشي، نحن عن اذنكن. ممكن تقلي وين بدك تعمل مشاكل اليوم؟ خليني ابعت الصحفيين لهنيك بلا ما يتأخروا. بابا؟ بلا بابا بلا بلوط، قلنا لحالنا خلينا نتعشى مع بعض وشوف شو عملت. نسيت انه امك عم تضل الصبح واقفة على الشباك مستنيتك؟ حسن، ما في داعي لهالحكي هلأ. ماشي، من هلأ ورايح رح ريحكن، لا بقى تستنوني، تصبحوا على خير. بالإذن. أنوار، لا تواخذيني، نزعتلك مرايك بالسهرة. خلص إذا بدك هلأ بوصلك على البيت. مين قالك إنه بدي روح على البيت؟ أكيد ما عم فكر أتركك لحالك وأنت بهالحالة. عادي نيفين، ما فيني شي. إيه عن جد ما فيك شي. أنا كتير آسف على اللي صار، بس هدول هن أهلي، دائما بيكبروا القصص زيادة عن حدها. خلص مو مشكلة. لا مشكلة، طالما أنا عايش معهم فعلى الأقل لازم يحترموا الرفقة اللي جايين حتى يسهروا معي. كمان انت ما كتير تزودها، برأيي لازم تطول بالك شوي. بكفي، ما بقى رح يشوفوا وشي مرة تانية. بجوز هلأ عم تحكي هيك لأنك تضايقت، بس من بكرة الصبح. لا، لأنه هي مو أول مرة، دايما معارضين أي شي بدي أعمله، رح صير بطول الحيط ولسه بدهم ياني أعمل كل شي بدهم ياه وعلى كيفهم كمان. أنا بحياتي ما قصرت باحترامهم، بس هن ما احترموني ولو هالقد يا نيفين. بس أنا متأكدة إنهم عم يعملوا هيك لأنهم خايفين عليك. غيرين لهالموضوع. ماشي.